قلتها لكم على هذا المنبر منذ سنوات، إن الذي علمني هذا المشهد رجل سكير، عام 68 وأنا طالب في الصف 11 وألبس الجبة والعمة، لازلت شابا صغيرا، أقف في شارع اسمه ميسلون في مدينتي، والوقت متأخر بعد منتصف الليل بساعتين، وإذا برجل يأتي من جهة الحميدية وهو يلوح يمينا وشمالا. عرفت أنه سكران، أحببت أن أهرب من وجهه، ولكن استحييت، وما في الشارع أحد غيري وغيره، وأنا أنتظر سيارة تقلني إلى البيت. فاقترب مني ووقف على بعد أمتار ونظر إلي، فإذا لباسه لباس أناس لهم مكانة، وهو قد جاوز 60 من عمره، نظر إلي بعينين ثاقبتين كعيون الصقر. حقيقة أخافتني نظرته، ولكن فيهما ذل وانكسار، وقال بصوت كأنه يأتي من بئر: يا شيخ أحمد يا ابني. عرفت أنه عرفني فارتحت، قلت له بلطف: نعم عمو. قال لي: ارفع راسك لفوق وقل له: يا رب حاشت عبدك هاد، توب عليه يا رب. قلت له: يا عم قل له أنت. قال: يا ولدي إن فمي نجس وأستحي أن أتحدث معه، وأنت شاب ناشئ في عبادة الله، فقل له لعله يتوب عليه. ضممته إلى صدري، بكينا. جاءت سيارة، أوصلته إلى حمام في حارة بنقوسة، لا زالت الحمام. اغتسل، عدت بعد صلاة الفجر، رأيته يذوب خجلا، وصحبت هذا الرجل كل يوم بعد العصر لمدة أسبوع، كنت آخذه مع إخوتي وأصدقائي ليسهر معنا ولكي لا يذهب إلى الخمارة، وقد مضى عليه في ذلك أكثر من 30 سنة، 30 سنة بنزل على الخمارة، وبقي معنا أسبوع. وفي يوم الخميس ليلة الجمعة ودعناه بعد منتصف الليل إلى بيته، وتواعدنا عند صلاة الجمعة في جامع سيد الوالد رحمه الله لنقضي بعد صلاة الجمعة في بستان، وصلينا الجمعة فما جاء الرجل. أرسلت أحد الشباب إلى بيته فجاءني وقال: لقد دفن أبو أحمد. مات؟ قال: نعم مات، وزوجته تريد أن تكلمك. وأسرعت إلى البيت ووقفت خلف الباب لتقول لي: بالأمس بعد أن أوصلتموه إلى البيت اغتسل، وقال لها: يا أم أحمد أسبوع ما شربت كأسا، وأخاف أن أعود، سأقوم لأصلي ركعتين وأقول: اللهم اقبضني إليك في ليلة جمعة حتى لا أعود لذنبي. فقلت له: لن يسمع لك، لسه أصل لك أسبوع تايب. فقال: يا أم أحمد ولكنني صادق، فإن مت فأخبري ولدي الشيخ أحمد ورفاقه أن يشهدوا لي يوم القيامة أنني تبت إلى الله. قالت: ثم صلى الصبح في جامع قاضي عسكر وعاد ووضع رأسه لينام، وجئت لأوقظه إلى صلاة الجمعة ليذهب إليكم، فرأيته قد رفع أصبعيه وابتسم ومات بعد موته، بعد نومه مباشرة. علمني هذا الرجل درسا، ألا أحتقر أحدا من عباد الله، فما بينه وبين الله باب لا يغلق. وعلمني ألا أستعلي بعبادتي، وألا أرى نفسي على الناس بعلمي ومكانتي، فإن الذي وهبني قادر أن ينزع ذلك عني، فلا هذه لي
ولا تلك علي، إنما أنا وأنتم بين يدي أرحم الراحمين. أي سادة، كل الذين خرجوا في جنازة أبي أحمد أكثرهم لا يعرفون أنه تاب. مو هذا البشراب؟ نعم، ولكن هذا البشراب صلى ركعتين وطلب من الله أن يقبضه ليلة الجمعة وصلي عليه صلاة الجمعة. أما عجب ربك من أناس كانوا في الجهاد مع رسول الله ومع الصحابة أسلموا وبعد ساعة استشهدوا فدخلوا الجنة؟ لا تظنوا بالناس إلا خيرا. فذاك العبد الأسود الذي جاء إلى النبي يوم خيبر وأسلم ورد الغنم، وعند الفجر جاء بعد العصر، وعند الفجر خرج مع سيدنا علي للقتال، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج: خذ هذه من الغنائم، خذها لك. قال: يا رسول الله، ما أسلمت على هذا، ما أسلمت لتعطيني غنائم. قال: على ماذا أسلمت؟ قال: أسلمت على أن أخرج مجاهدا فيدخل سهم من هنا فيخرج من هنا فأدخل الجنة. قال: أصدق الله يصدق. وخرج وفتحت خيبر، وعند العصر دخل الرسول مدينة خيبر فسأل: أين الراعي الأسود؟ أكثر الصحابة لا يعرفه، هو أسلم في عصر اليوم الماضي. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، هو ذاك، قد استشهد عند الباب. فجاء النبي فوقف فرأى سهما دخل من رقبته وخرج من الطرف الآخر، فابتسم وقال: عبد صدق مع الله فصدقه. ثم أسرع وابتعد عنه. فقال سيدنا عمر وهو السائل دائما: لما يا رسول الله؟ لما يا رسول الله؟ قال: يا رسول الله، فرحنا بك وأنت تنظر إلي، وخفنا وأنت تسرع عنه. قال: أما رأيت يا عمر؟ لقد رأيت حورياته في الجنة يتجاذبنا فاستحييت وأسرعت. عند الناس عبد الراعي أسود مشرق قبل 24 ساعة. أي أحبتي، علموا أسركم وأنفسكم على أن تبنوا مجتمعا طيبا سعيدا نقيا تقيا. وكفانا كفانا 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 هذا الكذب على بعضنا، وهذا التشويه لبعضنا، وهذا الذي نقرأه في الصحف والإذاعات والرأي والأنترنت. إياكم أن تنقلوه، فإنكم نقلة سوء وأنتم لا تشعرون. فالنبي الحبيب قال: على مثل الشمس فاشهد، فإن لم تر بعينك وتسمع بأذنك فلا تفعل ذلك.